ياسمين، رحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي هنتكلم في فقرتنا عن حصاد العلاقات الخارجية المصرية في السنوات الأربعة الأخيرة، وهيكون ضيفنا في الفقرة دي وهنتكلم بالتفاصيل مع إيهاب عمر الكاتب الصحفي بالأهرام المتخصص في الشؤون الدولية. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ إيهاب، ومنورنا وصباح الورد عليك. صباح النور. صباح الورد وصباح الخير يا أستاذ إيهاب، ومنورني. ويمكن خلينا نبدأ مع حضرتك من الآخر للأول، يعني مش هنسيب الحدث بتاع امبارح اللي كان ليا الشرف ان احنا قاعدين في صفوف يعني جنب بعض، ويعني بعيدا عن الموضوع. كنا لسه يا جماعه انا والاستاذ ايهاب بنقول احنا كنا ناويين بقى امبارح وناويين وهنمسك الاعلام وهنهيص وهنعمل ايه. احنا من هول يعني من هول بقى، يعني خلينا نقول المشهد بجد، ومن الناس اللي كانت موجوده واللي عملته احنا بقينا قاعدين يمكن كنا بنتفرج اكتر ومبسوطين اكتر من ان احنا ما لحقناش احنا نطلع اللي عندنا. خليني ابدا مع حضرتك استاذ ايهاب، وزياره طبعا الرئيس السوداني عمر البشير اللي كانت امبارح. بتشوف هذه الزيارة ازاي في الوقت ده، واللي كان يمكن من فترة صغيرة كان في بعض زي ما بنقول المعوقات او المشاكل اللي كانت بين البلدين؟ هو في رحاب المؤتمر الأسرة المصرية أسدل الستار على الخلافات المصرية السودانية اللي ظهرت في السنة الماضية. قبل المؤتمر كان في اجتماع مغلق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير. الاجتماع ده استغرق حوالي ساعة ونص، كان مغلق بينهم هما الاثنين بس. حتى سفير السودان في مصر ما عرفش تفاصيل اللي اتقال، وكما أوضح بنفسه في مداخلة هاتفية بعد اللقاء. ولكن بعد ما انتهى هذا الاجتماع انتهت الخلافات بين مصر والسودان في الملفات اللي اتفتحت السنة اللي فاتت تحديدا. ويمكن من هنا كانت القاهرة حريصة على المشهد الختامي المهم اللي رأيناه بالأمس في مؤتمر الأسرة المصرية. صحيح. وأن يكون الرئيس البشير جزء من الأسرة المصرية ومؤتمر بهذا الاسم الأسرة المصرية، وأن يكون شعار المؤتمر هو تحيا مصر والسودان. صحيح. وأن المؤتمر يكون بهذا التنظيم بالضبط، هذا التنظيم وبيضم الروح الحركة الوطنية المصرية السودانية في الأربعينات والخمسينات ضد الاحتلال والجلاء والاستعمار وما إلى ذلك. استحضرنا أشعار أمير الشعراء عبر العصور أحمد شوقي، وهذه الشعارات المهمة بنوضح للأجيال الجديدة أن العلاقات هي بين دي الدولتين العلاقة. بالضبط. ونقطة مهمة، احنا هنا بنغلق الأبواب حول أي كلام كان بيتقال أن ممكن الأمور تتطور. صحيح. إلى هزليات الحرب والحروب وما إلى ذلك. سبق اللي كان السيسي مؤخرا صح بيقال في وجه عام في الإعلام للأسف، يعني ودي من المساوئ أعتقد. هو بالضبط الفكرة كلها أن احنا لن نذهب إلى أي حال من الأحوال إلى حرب مع شقيق زي الشعب السوداني. صحيح. لأن هو ده الهدف الحقيقي من التهييج العلاقات بين مصر والسودان. زياره البلبله في يمكن احنا معانا اهو حتى انه قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الدنيا العلاقات متوتره مع جميع اشقائنا في القاره. فكنت عايزه اعرف بقى الاختلافات اللي شهدتها مصر في حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي وجود ملف سد النهضه مع الدول الافريقيه حوالينا، الفرق بقى ما بين كده وكده. وزي ما حضرتك تفضلتي، الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تولى المسؤوليه تولاها في ظروف مصر كانت علاقتها الدبلوماسيه مع العالم اجمع في حاله من شبه الانهيار، من أسوأ المراحل اللي مرت بها مصر دبلوماسيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يقم ببناء العلاقات المصريه الدوليه مره اخرى فحسب من منطقه الصفر، ولكنه عمل ما هو اهم من ذلك، هو بناء الشخصيه المصريه في العلاقات الدوليه. صحيح. بمعنى ايه؟ يعني اعاده الكيان المصري بالضبط، عوده الروح والهيبة المصرية. صحيح. صحيح. لأن خلينا يعني نطلع أكتر من العلاقات الأفريقية أفريقيا ودوليا كمان، يعني خلينا ندي مثال أهم من أفريقيا كمان. في العلاقات مع أمريكا، إحنا كنا في سنوات أوباما كان في توتر شديد جدا. صحيح. وكان في قطع للأسلحة وللمساعدات وما إلى ذلك، المساعدات والمعونة. وفي وقت إحنا فيه بنحارب فعلا في أقصى شمال سيناء. صح. لما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جه للسلطة، احنا ما قدمناش تنازلات في مقابل عودة العلاقات بالشكل يعني الكويس نوعا ما. دول تانية لما بتكون فيها مشاكل زي اللي حصلت ايام اوباما هي اللي كانت بتهرول وبتقدم تنازلات، ولكن احنا لم نهرول ولم نقدم هذه التنازلات ابدا، لان في ثوابت وطنيه هي الاهم. طبعا. ويمكن في الاساس كانت في قضيه القدس تحديدا احنا يعني الدوله الوحيده. صحيح. على مستوى العالم
اللي قدمت مشروع في مجلس الامن ثم الجمعيه العامه للامم المتحده، واثبتنا لانفسنا وللعالم وللشعب المصري ان التحسن النوعي في العلاقات المصريه الامريكيه لن يكون على حساب ثوابتنا الوطنيه. صحيح. نفس الشيء برضو نيجي نتكلم على علاقتنا مع روسيا، نفس الشيء لما كنا بنتكلم مع علاقتنا مع الدول الخليج الاشقاء، يعني كان مطلوب نوعا ما ان احنا يكون في دور عسكري مصري اكتر من كده في سوريا او اليمن، ولكن احنا رفضنا هذا التدخل. لن نذهب الى ابعد من الوعد اللي احنا قطعناه، وهو وعد تاريخي مصري بان مسافه السكه ان في اللحظه اللي في دوله عربيه شقيقه هتتعرض لعدوان سوف نكون نحن في الصفوف الاولى. صح. طب برضه نفس الفكره ذهبنا الى تعدد مصادر السلاح. يعني كانت مشكلتنا قبل 30 قبل 25 يناير كمان كان مصدر واحد، كان مصدر واحد للسلاح، يقطع السلاح مش لاقيين خلاص. يعني مش ببساطه اللي بتكلم بيها دي، في كل يعني زي ما بنقول كده طرق بالتساوي بالتوازن. ده مع ده مع ده ما اخفقناش في اي حاجه. هو الواضح ان الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل توليه المسؤوليه هو كان عنده ملاحظات شديده، كان بيسجل هذه الملاحظات، لانه لما تولى المسؤوليه الاجنده اللي بيتعامل بيها اجنده سريعه للغايه. طب اجنده سريعه ما كانتش، خلي بالك يعني عايزين نوضح يا استاذ ايهاب ان ما حدش كان متوقع ده بالذات. صحيح. ان الرئيس كان اول ما بدا قال انا ما عنديش برنامج انتخابي. فيا جماعه سياده الرئيس ما عندوش برنامج انتخابي، وكل اللي حصل ده وما فيش برنامج، امال لما هيبقى في برنامج هيبقى فيه ايه؟ دي حقيقه، يعني دي حقيقه لازم كلنا نقف عندها كده شويه ونفكر. اما كل اللي حصل ده وما كانش في اجنده انتخابيه، في برنامج ان انا هعمل وهسوي، ومع ذلك احنا بنقول يعني احنا وصلنا لفين، احنا كنا فين ووصلنا لفين على كافه المستويات. صحيح. انا اعتبر نفسي من اكثر المتفائلين بالرئيس عبد الفتاح السيسي وقت ما تولي المسؤوليه، ومع ذلك لم اكن اتوقع اكثر من 30 او 40% من اللي حصل. يعني دي حقيقه حقيقه يعني. صحيح. هو اللي حصل كان مبهر اكيد، يعني كان مبهر وكان مختلف. يعني انتشلنا، انا حسن احنا كشعب مصري انتشلنا من منطقه ومن اتجاه كنا رايحين فيه غصب عننا. صحيح. لاتجاه تاني خالص، هو ده اللي احنا كنا عايزينه، هو ده اللي اعتقد انه الشعب المصري يستحقه، وخصوصا لما يكون قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني صحيح. ان شاء الله توفيق ليه يا رب. اتفضل. تمام. انا بالنسبه لي لغز بناء الاهرامات انا فهمته في هذه السنوات الاربعه. يعني بعض الناس بتقول لك المصريين بنوا الاهرامات ازاي، لما بشوف كل هذا الانجاز والبناء اللي حصل في الاربع سنوات، هؤلاء هم احفاد بناة الاهرامات بالفعل. صحيح. يعني خلينا نوضح كمان ان يعني سيادته تنازل عن كل حاجه، وزي ما بنقول كده خد الريسك، يعني خد الريسك ان هو كان في وضع على فكره مش غير طامع لحاجه بعد كده، ووضعه كان يعني كان رئيس المخابرات يعني الحربيه او رئيس. صحيح. بعد كده. صحيح. يعني حاجه اللي هو انا مثلا مش جاي مثلا كنتش حاجه صغيره وفجاه عايز ابقى رئيس جمهوريه وهو ده الهدف بتاعي، لا هو جازف وخاطر اذا كان بحياته او بوضعه المهني ساعتها او باي حاجه، وما كانش في رهان يعني ساعتها، كان سيادته دخل في وقت يعني قبل فيه التحدي، لان احنا كنا في حاله اعتقد كان ميؤوس منها. يعني الحاله اللي كان اسهل حاجه ان الفريق عبد الفتاح السيسي والجيش انه كان يوفق اوضاعه مع الاخوان ويقعدوا 10 سنين، لكن لان هذا جيش وطني وهذا رجل وطني كان يدرك ان مصر مش ليست لديها رفاهيه الاختيار، وليست لديها رفاهيه انها تعطي حاكم فاشل فرصته وولايته وما الى ذلك، فكان يجب ان الجيش ينحاز الى ثوره 30 يونيو. صحيح. خلينا برضو ننطلق للعلاقات الخارجية ونتكلم عن محطة مهمة جدا. العلاقات المصرية الأوروبية. وإزاي إحنا رممنا علاقتنا مع فرنسا رغم أنها كانت في بداية 30 يونيو كانت بتميل إلى التوتر وما إلى ذلك، لكن إحنا استطعنا، إحنا عندنا دبلوماسية هادئة يعني رائعة. صحيح. السفير سامح شكري بصراحة يكاد يكون افضل يعني من اهم وافضل وزراء الخارجيه في تاريخ مصر. ايضا لازم نشير واحنا بنتكلم في العلاقات المصريه الخارجيه بحضورنا لقمه ال20 في الصين وقمه طبعا. البريكس في الصين، احنا بقدر ما احنا بنحسن علاقتنا مع العالم في اطار المنظومه الدوليه الحاليه، ولكن ايضا هناك منظومه دوليه بديله بتطرح نفسها في المنظمات البديله، واحنا ايضا بنخاطب هذه المنظمات ولينا حضور قوي في هذه المنظمات. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحجز لمصر دور مهم ومقعد في اي نظام عالمي جديد، ولا يكتفي بتحسين اوضاعنا في النظام العالمي الحالي. استاذ ايهاب، من وجهه نظر حضرتك ايه ابرز انجاز حصل في علاقاتنا مع الخارج، وايه اللي المفروض محتاجينه الفتره الجايه؟ هو طبعا يعني العلاقات الافريقيه تحديدا، يمكن عوده للسؤال اللي ما تلقيناش اجابه كافيه عنه،
هذه العلاقات كانت مجمدة منذ حوالي يعني 20 سنة تقريبا، ومش عايز أخش في التفاصيل قبل يناير كانت إيه الأسباب والتفاصيل والعجز اللي كان موجود لدينا، لكن إحنا في مصر تقريبا فيش عندنا لا يعني على الأقل كل شهر في زعيم أفريقي جديد يزور مصر، وفي زيارة أفريقية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. ده مهم جدا لأن الدائرة العربية اللي إحنا كنا بنعتمد عليها بكل أسف يعني تدمرت بسبب الربيع العربي وحروبه. يعني أنت دلوقتي يعني كحلفاء لديك عندك مين في المنطقة العربية باستثناء الدول الخليجية؟ صحيح. لدينا سوريا والعراق واليمن وليبيا للأسف يعني غائبون عن المشهد. وبالتالي الظهير الأفريقي مهم جدا. أيضا المهم جدا في رقم 2 في العلاقات الخارجية كان تنوع مصادر السلاح من روسيا ومن فرنسا، عشان خاطر ما عادش في حاجة اسمها مشكلة في التسليح عندنا. رقم 3 العلاقات مع الصين، ودي نقطة موجودة في الظل نوعا ما، لكن العلاقات مع الصين حاليا من أقوى ما يكون. وده مهم جدا لأن الصين هي زعيمة العالم في المرحلة المقبلة اقتصاديا وسياسيا. يمكن ده بيرجعنا لفكرة حجز مقعد لمصر في النظام العالمي الجديد وعدم الاكتفاء بالتحسن. وفي تعاون مباشر في إنشاء العاصمة الإدارية. صحيح. تمام. في العاصمة الإدارية، والصين هي من دعت مصر إلى قمة العشرين، والصين هي من دعت مصر لقمة البريكس. ورقم 3 نحن طرقنا أبواب منظمات جديدة زي فيشجراد في أوروبا تتعلق بتجمع النمسا وتجمع والمجر. لدينا محور شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، ده مهم جدا في محاصرة تركيا وضمان حق مصر في حقول الغاز في الشرق المتوسط. وبالتالي في تقديري يعني صعب ان احنا نقول حاجة واحدة بس كويسة، لا هو كان في تحرك وكان في أجندة واضح انها مكتوبة من يعني من 10 سنين على الأقل من السيد الرئيس، كان واضح ان هو كان بيتابع وان هو كان محدد هذه النقاط سلفا. طيب ده اللي تم بالفعل يا أستاذ إيهاب. يمكن احنا بقى عايزين دلوقتي نعرف ايه اللي ممكن يتم على الصعيد الدولي في الفترة المقبلة، وطبعا هيضيف لمصر او هيغير لمصر للأحسن ان شاء الله. تمام. انا شايف ان ترامب استثمار جيد لينا. وجوده في البيت الأبيض ووجود هذا الرئيس هو معادي للتيار الإرهابي، وتعاون أمريكا مع الإسلاميين ومع إيران ده مهم جدا ان احنا ننتهز هذه الفرصة. هو ما فيش حاجة اسمها هيبقى رئيس صديق لمصر بنسبة 100%. صحيح. الناس كلها مصالح بالضبط يعني. الناس ساعات بتصطدم ببعض آرائه وبعض تفاصيله. عمر ما هتبقى القوى العظمى صديقة لمصر. صحيح. لأن مصر ليها وضع مميز وغريب جدا في التاريخ وفي الشرق الأوسط، وبالتالي من الصعب أن يعني قوة استعمارية تتحالف مع مصر، لأن مصر لا تدعم قوة استعمارية ولا تدعم أجندات قوة استعمارية. فترامب مهم دلوقتي، وعندنا بوتين برضو حليف مهم، ورئيس الصين اللي هيجدده رئيس مهم. عايزين نستغل الظروف دهيت وهذا الثلاثي في أن احنا ننطلق أكثر في العلاقات الخارجية، وأيضا نمهد الجبهة الداخلية لتجفيف منابع المؤامرة نهائيا. وده أتمنى وفي تقديري أن ده هيكون واحد من أهم أجندة الولاية الثانية، اللي هو يعني تطهير الأرض نهائيا من مصادر المؤامرة على مصر. صحيح. احنا بنشكرك طبعا شكرا جزيلا استاذ ايهاب، ومحتاجين اكيد وقت كتير جدا فقرات كتيره جدا مع حضرتك عشان نتكلم في الشؤون الدوليه. استاذ ايهاب بقى عمر الكاتب الصحفي بالاهرام المتخصص في الشؤون الدوليه، شرفتني وصباح الورد عليك. صباح. والى ان شاء الله ان نلتقي قريبا ان شاء الله. ميرسي جدا ان شاء الله. بشكرك يا استاذ ايهاب، وان شاء الله تنورنا في الفتره المقبله برده حلقه كمان كده نتكلم في معلومات ووجبه دسمه زي ما خدنا وجبه دسمه دلوقتي، حاجات اكتر واكتر ان شاء الله. بشكرك جدا. مشاهدينا فاصل وهنرجع لكم على طول، استنوا.